بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المحاضرة الأخيرة في هذا الفصل لهذا المنهج، منهج الإعلام الإلكتروني. نتكلم في هذه المحاضرة عن الصحافة الإلكترونية. الصحافة الإلكترونية حقيقة الأمر أن الصحافة مرت بأطوار مختلفة متنوعة كوسيلة من وسائل الاتصال الجماهيري، وأقدم وسيلة هي في حقيقة الأمر من وسائل الاتصال الجماهيري. لكن كما تعرفون أن الاتصال يتواكب دائما مع التواصل بشكل آخر من خلال مثلا ثورات التقنيات. يعني كنا نبدأ قبل ذلك بتبادل الرسائل في القديم، يعني لسنا نحن بل الجنس البشري من خلال الحمام الزاجل، ثم من خلال نقل الأخبار عبر وسائل النقل المتاحة وقتها من الخيول وما يشبه هذا، ثم تطورت الأمور واخترعت وسائل المواصلات الأخرى، صار القطار وصارت السفن، فبدأت الأفكار تنتقل بسرعة أسهل بكثير مما كانت سابقا. واكب ذلك أن الصحف كانت تكتب يدويا، والكتب كلها كانت تكتب وتنسخ يدويا. الآن اخترعت المطابع وتطورت، أصبحت المطابع هي نفسها متطورة. هذه مع تلك، كلاهما يخدم الفكرة ويخدم الجريدة، وأصبحت الجرائد لها كيان، أحيانا تكون يومية وأحيانا في اليوم مرتين أو في الأسبوع أو ما يشبه هذا. كل هذا بين الازدواج في تطور الطرق النقل وطرق كذلك الطباعة وإخراج الجرائد إلى النور. وبالطبع هذا وزاه أيضا اختراعات أخرى مثل اختراع البرق، وهذا أفاد، واللي هي طبعا ما يسمى بالتليكس أفاد. التليفون والهاتف لما تطور أيضا أفاد بشكل أو بآخر في الجرائد، بالإمكان أن يتصل صحفي أو مصدر من مكان بعيد ليدلي بتصريحاته مثلا وتطبع وتنشر. ثم كانت الانفراجة الكبرى أو الاستفادة الأكبر فيما هو اختراع الأقمار الصناعية وكذلك اختراع الإنترنت. كلاهما ساهم وساعد كثيرا جدا في موضوع انتقال الأخبار. طبعا أن الإنترنت وإن كان شمل من بعد ذلك صفحات تفاعل والمرئيات الإذاعات عبر الإنترنت، كلها أخذت مكانها في هذا الزخم الكبير من تدفق المعلومات ومن تدفق الأخبار ومن نقل الأخبار وغير ذلك. إذن الصحف التقليدية تمت مزاحمتها من خلال الصحافة الإلكترونية، وهو موضوعنا اليوم، سنتكلم عن الصحافة الإلكترونية. أضحت هذه الصحف التقليدية لديها تحدي كبير جدا، إما أن تندرس تماما لأنها الآن تحضر كافة يعني أخبارها وترغب في إعدادها للطباعة في العصر اليوم، ثم تبدأ في طباعتها بالفعل في آخر الليل، ثم تعيد تبدأ في نشر ما طبعته مع يعني آخر الليل أو بدايات النهار في اليوم التالي. بينما تقنيات الإنترنت وتقنيات النشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية تجاوزت كل هذا، أصبحت ببساطة شديدة يجلس الصحفي في مكانه في أي ساعة من ليل أو نهار كما تعرفون طبعا، فينقل الأخبار، وأصبح هذا مشكلة بالنسبة للصحف التقليدية، لكنه أصبح فائدة أخرى للمتابع للجمهور. ونعلم دائما أن الأهداف الأساسية للأعمال الإعلامية هي أن تفيد الجمهور،
إذا كانت هناك مشكلة للصحف التقليدية فلتراعي هي تلك المشكلة وتحلها، لكن الجمهور هو المستفيد الأكبر والذي ينبغي علينا جميعا أن نجتهد فيه. بالطبع بدأت الصحف التقليدية نفسها تنشئ لنفسها مواقع إلكترونية لتواكب هذه الأحداث، فمنها من نجح نجاحا ممتازا، ومنها من توسط، ومنها من فشل أيضا بسبب الظروف والعقبات وما يجب هذا. أيضا فكرة نضوب سوق الإعلان مثلا، بعدما كان الصحف التقليدية لديها هذه الفرصة اللي هي أنها بتنتشر، يأتي عليها ذلك بالإعلانات والفائدة التي تغطي نفقاتها وتزيد. الآن أصبحت النسخ الإلكترونية موجودة، لكنها أيضا الإعلانات فيها قليلة وأيضا رخيصة الثمن، فالسوق الإلكتروني عموما الإعلانات فيه رخيصة الثمن، وهذا قد يتسبب أيضا في بعض النضوب لموارد كانت أساسية بالنسبة لدخل الجرائد التقليدية. طيب دعونا نتأمل في الصحافة الإلكترونية وبعض ميزاتها وعيوبها. مشكلة أن الصحافة الإلكترونية هذه كلمة فضفاضة جدا، فبالإمكان ببساطة شديدة لأي واحد أن ينشئ ولو صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ويسميها صحيفة كذا الإلكترونية، أو يسميها صحيفة كذا وخلاص، ويبدأ هو في نشر الأخبار التي ترد إليه بشكل أو بآخر. فأصبحت فكرة يعني أصول المهنة المهنية في الكتابة الصحفية وفي التعبير وفي مراعاة استقاء الأخبار ونشر الأخبار ومراعاة القوانين ومراعاة التوازن ومراعاة الحيادية في على المحك، لأن هؤلاء الذين خاضوا هذا العمل لم يتلقوا ما ينبغي عليهم أن يتلقوه لينشئوا هذه الصحف الإلكترونية. ببساطة كان بالإمكان أن يكون هناك تنظيم لهذه العملية دون أن يكون هذا يعني حد، لن يكون هذا حدا من حرية التعبير والرأي، لكن يجب على من يرغب في امتهان أو أن يكتب كلمة صحيفة كذا أو جريدة كذا أو مجلة كذا أو إذاعة كذا أن يكون هناك شروط تتحقق، ولو من خلال المواقع، أن الموقع نفسه لا يحجز له هذا السايت بهذا الشكل إلا أن يعني يعطى مجموعة من النهارات والمواثيق التي يوقع عليها ليلتزم بها، سواء في التعامل مع الأخبار أو في احترام خصوصيات الآخرين أو ما يجب بهذا. لكن وإن كان هذا قد يتحقق في بعض البلدان، إلا أن كثير من البلدان أيضا لا يستطيع أن يتحكم فيه أو لا يرغب في التحكم فيه. خلاصة الأمر هناك إذن نقاط اتفاق واختلاف مع الصحافة التقليدية يجب أن ننظر فيها بعدما خاض الأمر في الصحافة الإلكترونية الهواة والمبتدئين ومع قلة الخبرات وأحيانا التنافس بعد ذلك فيما بينهم، رغبوا في أن يجذبوا الناس إليهم، لكن مع الأسف بعضهم انحدر إلى أشياء لا تليق بالعمل العام. أصحاب الرسالة الهادفة دائما يهتمون بهذه التطورات التقنية التي تفيدهم في نشر رسائلهم وفي بيان مواقفهم وفي ترسيخ عقائدهم وفي كشف الشبهات المثارة ضدهم وضد منهجهم، وأيضا ليكسبوا مؤيدين جدد. فهو بالنسبة لهم يعني فرصة طيبة لعرض الأفكار دون المرور على هذا الاحتكار الذي كانت تبديه دائما الصحف التقليدية، والتي هي في الغالب متحكم بها من قبل جهات متنفذة وأحيانا من قبل الأنظمة نفسها لتفرض رؤى معينة وأفكار معينة. فالحقيقة أن الميزة الكبرى في الصحافة الإلكترونية أو في عموم استخدام النشر الإلكتروني ونشر المعلومات والأخبار بهذه الطرق أنها كسرت هذا الاحتكار الذي تحتكره دائما الدول أو أنظمة في الدول أو بعض الجهات المتسلطة أو المتنفذة أو المتربحة
من هذه الأعمال الأخرى. لكن يجب أيضا على الجميع أن يلتزم بالمبادئ الأساسية التي هي تعتبر مبادئ مهنية خارج إطار التنفس أو خارج إطار الفرد، وإنما أقصد فرد الآراء يعني فرد النزل، وإنما المقصد أننا نلتزم بهذا ونستفيد أيضا من أجواء الحرية وأجواء الانتشار وأجواء التطور التقني الذي يفيد أكيد في نشر الرسائل. إذن دعونا نتأمل في سمات وخصائص الصحافة الإلكترونية لننظر ما هو المتفق عليه مع الصحافة التقليدية ونتجاوز فرق الخبرات المهنية، ثم لننتصر للتطور التقني في توصيل رسائل حرة. من التعريفات مثلا للصحافة الإلكترونية، هو منشور إلكتروني دولي يحتوي على الأحداث الجارية سواء مرتبطة بموضوعات عامة أو بموضوعات خاصة، يعني بنفس طريقة الجريدة التي قد تكون هي مرتبطة بموضوعات عامة أو موضوعات خاصة، يعني ممكن تكون جريدة اقتصادية، ممكن جريدة رياضية، ممكن اجتماعية وهكذا، نفس الشيء هنا، لكن الفرق أنها يعني إلكتروني، منشور إلكتروني دوري، وكلمة دوري هي أكبر ما يجعل هناك فرق بين الكتاب أو المنشور وبين الجريدة. الجريدة دورية تصدر يوميا، تصدر أسبوعيا وهكذا، إنما الكتاب أو المنشور أو كذا يصدر كلما أراد أصحابه أن يصدرون. وأيضا تعريف آخر هي الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الإنترنت، سواء كانت الصحف بمثابة نسخ أو إصدارات إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة أو موجز لأهم محتويات النسخ الورقية، أو كجرائد ومجلات إلكترونية ليس لها إصدارات أساسا من المطبوعات على الورق. تتضمن هذه الصحافة الإلكترونية مزيجا من الرسائل الإخبارية والقصص والمقالات والتعليقات والصور والخدمات المرجعية، حيث يشير تعبير الصحف الإلكترونية تحديدا في معظم الكتابات الأجنبية إلى الصحف والمجلات المستقلة التي ليس لها علاقة بشكل أو بآخر بالصحف الورقية المطبوعة. هي نوع إذن من الاتصال بين البشر عبر الفضاء الإلكتروني والإنترنت وشبكة المعلومات وطرق الاتصال الأخرى، ونستخدم فيها فنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة، ولكن يضاف إليها مهارات وآليات وتقنيات للمعلومات تناسب استخدام الفضاء الإلكتروني كوسيلة أو وسائل للاتصال، بما في ذلك استخدام النص واستخدام الصوت والصورة ومستويات مختلفة من التفاعل مع المتلقي لاستقصاء الأنباء الآنية وغير الآنية ومعالجتها وتحليلها ونشرها على الجماهير عبر الفضاء الإلكتروني. يعني إذن أهم نقاط التي تميز هذه التعريفات ونستطيع أن احنا نفندها ونكتشف الفروق، أول شيء أنها عالمية الانتشار، الصحف الإلكترونية عالمية الانتشار، أنها يمكن أن تستخدم خدمات أخرى مثل المرئيات والمصورات والخرائط والتفاعل مع الجمهور. لا تنسى أن ممكن في أغلب المواقع يكون هناك رأي للجمهور، يمكن أن يكتب ما يعلق به على هذه المقالة أو كذا، أن تنشر على الإنترنت وربما لاحقا على نوعيات أخرى من شبكات المعلومات، وأن تستخدم المعالجات التقنية. في أيضا فكرة التفاعل الشجري اللي هو منتشر أيضا في مبدأ النشر عبر الإنترنت، اللي هو مثلا أنت تتكلم عن حدث معين، فهذا الحدث له خلفية أخرى تاريخية، وأنت قد تناولت هذا الحدث سابقا في نفس موقعك، فببساطة بتضع كلمة شجرية في هذا، مثلا لنقل الحرب العالمية الثانية مثلا، فتحيل القارئ إذا وقف إليها إلى
ما كنت قلته أنت قبل ذلك عن الحرب العالمية الثانية. فإذا أراد أن يكمل الموضوع إلى نهايته دون أن يعبأ بهذه الكلمة فهو سيمر عليه، وإذا أراد أن يستزيد من المعلومات سيضغط فتحيله إلى المقالة الأخرى التي أنت قمت بها، أو شخصية من الشخصيات رئيس وزارة أو أي شيء من هذا ولك أنت ترى. وبالمناسبة هذا أيضا جزء من المهارة الصحفية اللي هي ترشيح أي من هذه الكلمات التي ربما يكون عندي 20 كلمة في نفس الخبر كلها قد تم تناولها سابقا، لكن أنت تختار أهم هذه الكلمات التي ستحيل القارئ ليستفيد فعلا حول هذا الموضوع ويكون فكرة أكثر عمقا من هذا. هذا يشبه ما نفعله في التقارير في الصحافة التقليدية. نحن عندما نجد موضوعا له أشياء وارتباطات سابقة وله أشياء تاريخية أو له مشكلات ستأتي لاحقا أو كذا، فنحن نتناول هذا كله في الصحيفة التقليدية لأننا ليس لدينا سبيل آخر لنعرف القارئ بكافة هذه المعلومات إلا أن نكتبها له كما كتبناها، يعني كمقالة أو مثلا كتقرير، نستعيد الأفكار ونستعيد المعلومات والتواريخ القديمة ونذكرها في أثناء سردنا لهذا التقرير حول هذا الموضوع. إذن هذه تستعيد عن تلك الميزة في الصحافة الإلكترونية، أنك أثناء السرد تشير فقط إشارة لطيفة يفهمها القارئ المتمكن أن هذا الموضوع لدينا فيه توسعات، إذا أردت أن تتوسع فاضغط عليه حتى تأتي إلى هذه التوسعات. وهذا من المعالجات التقنية التي ذكرناها هنا. تعود نشأة الصحافة الإلكترونية كثمرة التعاون بين مؤسستي البي بي سي الإخبارية وإندبندنت برودكاستينج أوثوريتي آي بي إيه سنة 76. لاحظ أننا في العادة لم نبدأ نحن في مجتمعنا العربي مثل هذه الصحافة إلا تقريبا في بدايات التسعينات، يعني تقريبا فيه كان فرق حوالي 15-16 سنة أو 14 سنة بالدقة، يعني في استخدامات الصحافة الإلكترونية أو نشأة الصحافة الإلكترونية لدينا ولدى غيرنا. طيب، هذه أيضا النظام بهذه كان ظهر تحت مسمى سيفاكس، بينما عرف النظام لمؤسسة الثانية باسم أوراكل. في سنة 79 ظهرت في بريطانيا خدمات ثانية أكثر تفاعلية عرفت باسم خدمة الفيديو تكست مع نظام بريستل، قدمتها مؤسسة بريتش تليفون أوثوريتي. لكن الطفرة الكبرى التي جاءت في الصحف الإلكترونية مع ثورة تقنية المعلومات والاتصالات وانتشار شبكات الإنترنت على نطاق عالمي، ما في حقيقة أنت ممكن تنتج الخبر لكن لا تستطيع نشره، وهنا بدأت في مع انتشار شبكة الإنترنت على النطاق العالمي الواسع في تسعينيات القرن العشرين، فصارت الصحافة الإلكترونية في متناول الجميع بحيث يمكن لأي شخص على دراية باستخدام الإنترنت أن يلتقط أو أن يوصل رأيه وهو أيضا وصوته عبر الشبكة العالمية لجمهور واسع حول العالم وبخلال لحظات وبتكلفة بسيطة. كلمة خلال لحظات دي أخذت من العمر البشرية عشرات السنين من بعد ظهور المطابع. قبل ظهور المطابع كانت المواضيع أسوأ بكثير، لكن حتى بعد ظهور المطابع كان مجرد نقلها من مدينة إلى أخرى يتكلف وقتا ضخما جدا. الآن في ثواني في لحظة واحدة أنت تضغط فتظهر هذه الأخبار على الآخرين. تميزت بدايات الصحافة الإلكترونية بظهور مواقع صغيرة تنشر عليها موضوعات وأفكار شخصية، واحد بيعبر عن رأيه الشخصي. ثم ظهرت منتديات الحوار لو تتذكرونها،
أو يتذكرها من بدأ معنا الإنترنت في هذا الموضوع، كان الناس تقسم حتى منتدى عام وتبدأ منتدى الإسلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وهكذا، كل مجموعة يرغبون في الدخول لمنتدى معين ويبدأون في الكلام فيما بينهم، وهذا يتكلم وهذا يعلق وإلى آخر ذلك. لكن الصحف الإلكترونية التي اتفق الباحثون على اعتبارها بدأت في سنة 90 من خلال صحيفة هيلزبورغ داجبلاد، صدرت في السويد، هي تعتبر أول صحيفة في العالم يتم نشرها إلكترونيا على شبكة الإنترنت. أما في الولايات المتحدة من جامعة فلوريدا انطلق موقع بالو ألتو سنة 93 كأول موقع للصحافة الإلكترونية، وظهرت بعد ذلك في أعوام لاحقة صحف أخرى، وانتقلت معظم الصحف الأمريكية المعروفة على شبكة إلى شبكة الإنترنت. حتى في فرنسا ظهرت اللوموند وغيرها كإصدار إلكتروني في سنة 97، وهكذا. ساهم ذلك أحيانا في بعض المشاكل، يعني أضربوا بعض العمال الطباعة مثلا بسبب الاستغناء عن كثير من خدماتهم، بل ساعد ذلك أحيانا على أن الناس الصحافة تلجأ إلى الجزء النشر الإلكتروني حتى أيضا تتخطى مثل هذه العقبات من التضرب. يعني هو العملية مشكلة من طرفين، أن هؤلاء لا يجدون عملا كثيرا فيحدث قلاقل وإضرابات، وبسبب هذه الإضرابات تبدأ الجرائد أنها تحاول الاستقلال أو تحاول الابتعاد عن هذه الطائفة بهذا الوضع. طبعا احنا حضرنا أيام ما كان حتى مثلا نكتب نحن المقالات أو الأعمال الإعلامية على أوراق وندفع بها إلى الطباعين هؤلاء ويبدأون الطباعة، وإذا كان تحدث إيش أخطاء كثيرة ويحتاجون إلى مراجع مصحح، هو مصحح لغوي ومصحح تحريري وهكذا. كل هذه تم تجاوز كثير منها بسبب التقنيات الحديثة المختلفة. طبعا نتعاطف مع الذين يفقدون أعمالهم، وهذا من حقهم أن يكون لهم مصادر يعني، لكن يبدو أنه واجب على الأشخاص أن يتطوروا في أعمالهم ويواكبوا التطورات التقنية الموجودة حتى لا يحدث لهم هذه الإشكاليات. لكن هذا طبعا موضوع آخر خارج إطار استعراضنا. تعد المواقع الإخبارية المباشرة من أكثر أشكال إنتاج الوسائط الإخبارية انتشارا، فأغلب الصحفيين الآن في العالم الغربي يستخدمون الإنترنت بشكل منتظم بدءا من سنة 2000. وهناك أيضا المواقع التي يمكن رؤية فيها الصحافة الرقمية حتى في الفهارس والفئات، ومواقع الميتا والتعليقات وكذا، حتى مشاركة الحوارات والمواقع التي تسهل التواصل الأشخاص، كل هذه كلها بدأت تتكثف وتبدأ وتنمو وكذا. الصحافة المحلية الصحافة التي تعمل في إطارات مجتمعات صغيرة للغاية، ممكن في مدينة، ممكن في إقليم محافظة إلى غير ذلك، حتى هذه ما لها تطور فكرة الصحافة الرقمية، وتوفرت له المزيد من المعلومات بشكل أكثر وأكثف من أنواع الصحافة السابقة. لكن فكرة المجانية هذه أصبحت إشكالية ضخمة في إنتاج العمل الإعلامي. قبل ذلك كانت الجريدة تباع بفلوس، وكانت الإعلانات عليها لها أيضا مواد أخرى. الآن الصحافة الرقمية تعاني بسبب هذا التطور من قلة أو النضوب حتى الأخبار، عفوا الإعلانات التي تعد مصدر كبير. أيضا الصحافة الرقمية يمكن أن توفر للجماهير المتخصصة المواضيع التي هم يهتمون بها،
لا تنسى أن الصحيفة من أكبر ميزاتها الصحيفة الإلكترونية أن الصحيفة التقليدية، الصحيفة عنده يعني حجم معين يجب أن يصدر بهذا الحجم ولا يتجاوزه حتى ماديا، هم هيحسبونها حتى يقول لك لا أنا هطبع مثلا 16 صفحة، هذه 16 صفحة بتكلفني قد كده أفراخ من الأوراق وخني الأوراق وطباعة والحبر وكذا، لو زادت على ذلك مهما بعتها ستكون غير مجدية ماليا. أما في الصحافة الرقمية لا، تختلف عن هذا. وكما ذكرنا طبعا استخدام السوق الفيديو والتصوير الرقمي وهكذا أشياء كثيرة جدا تعتبر ثورة أيضا داخل نفس العمل. يجب أن يكون مستعرضو الأخبار في الجرائد الإلكترونية على دراية بشبكة الويب، ويجب أن يستخدموا التفكير النقدي لتقييم مدى مصداقية هذه المصادر، لأنه ببساطة سيجد معلومات قد تكون مغلوطة، قد تكون موجهة، قد تكون إشاعات وكذا. فهو يجب أن يضع أمامه نقطة أساسية أنه لا يتعامل مع المصادر المجهولة ولا المصادر سيئة السمعة حتى يحافظ على المصداقية التي هي من ضمن قيم العمل الصحفي. بما أنه من الممكن لأي شخص أن يكتب وأن ينشر عبر الإنترنت، فلذلك أصبح تعريف الصحافة آخذ في التغيير نظرا لتزايد درجة سهولة تأثير الشخص المتوسط في عالم الأخبار من خلال أدوات مثل المدونات وحتى التعليق على الأخبار إلى غير ذلك. فهناك إذن ميزات تتعلق بالصحافة الرقمية، وهناك عيوب أيضا يجب تجنبها. من ذلك مثلا التدوين، فكرة التدوين، أصبح لكل واحد لديه فكر يكون له مدونة يكتب آراءه ويبين أيضا أفكاره وينشرها بين الناس، لكن برضو توجد عيوب لها في هذا. على سبيل المثال يعتاد الناس على ما يعرفونه بالفعل ولا يمكنهم التأقلم مع التقنيات التي تتاح في هذا القرن، فيعني الذي يكتب لذاته وأفكاره، وقد لا يحسن التوسع. فلذلك يجب على الجميع أن يطور من نفسه، الصحفي يطور من نفسه، والمدون يطور من نفسه، والكاتب يطور من نفسه، وهكذا. التفاعل بين الكاتب وبين القارئ أو الكاتب والمتابع أمر جديد، ويمكننا أن نقول أن الصحافة الرقمية أفادت في هذا الاتجاه، بحيث أصبح بالإمكان حتى من خلال ما ينشره الجمهور التعرف على القضايا التي تهمهم من جهة، وعلى تعليقاتهم على ما نقول. أحد الأوضاع التي كنا نتكلم فيها في موضوع الاتصال، في عملية الاتصال، أن الاتصال الجماهيري من الصعب قياس يعني فهم الجمهور للرسالة أو تقديرها للأفكار المثارة في هذه الرسالة، لأنها بهذا الأمر لا نستطيع أن نقيس. أنا جريدة وكتبت فيها خبر أو تحقيق أو تقرير أو مقالة أو كذا، لا أعرف ما رأي الجمهور في هذا. هذه الحمد لله هنا في الجريدة الإلكترونية بإمكانك أن إذا فتحت التعليقات أن تتعرف على آراء الجمهور، قد تكون آراء موجهة بالمناسبة، يعني قد يكون الذي يكتب لك هو شخص ينافسك مثلا ويحاول أن يعتدي على آرائك وأفكارك، لكن هنا يمكن غربلة هذا قدر المستطاع. إذن تعد المصداقية من بين النزاعات الرئيسية التي تتعلق بمواقع الإخبارية المتاحة عبر الإنترنت، المصداقية. وتقارن دراسة حول مصداقية الصحافة الرقمية يتم تنفيذها من خلال جمعية الأخبار عبر الإنترنت، تصنيفات المصداقية العامة عبر الإنترنت مع تقييمات مصداقية المستجيبين للوسائط الفعلية. من خلال الاطلاع على مجموعة متنوعة من مصادر الوسائط عبر الإنترنت، وجدت هذه الدراسة أن العامة يعني بصفة إجمالية بينظرون إلى وسائل الإعلام عبر الإنترنت على أنها أكثر مصداقية مما عليه في واقع الأمر. يعني الناس من كثر تداول نفس المعلومة عبر مصادر مختلفة في الإنترنت قد يظنون أن هذه ما دامت قيلت بهذا التدفق أنها لها صدقية
وقد يكون مصدرها واحد وقد تم نشرها بشكل مختلف، وهذه أيضا من الأمور التي يتم التلاعب فيها بشبكات التواصل الاجتماعي حين تكون لدى مثلا بعض التقييمات ما تسمى بالأزرع الإعلامية أو ما تسمى بالذباب الإلكتروني أو يسمى بالمكاتب الخدمية لأفكار الدولة وأفكار النظام. هنا يكون الأشخاص همتهم أن يقوم بهذا الدور الذي هو في تزييف للوعي ونشر الأخبار غير صحيحة وما يشبه هذا. بالنسبة للصحافة الإلكترونية عبر العالم العربي، على عكس ما تشاهدته الصحف الإلكترونية في نمو سريع في التسعينيات، العالم العربي تم النشر أو الانتشار فيها بشكل تدريجي. يعني هذه جاءت بسرعة كالمعتاد يعني في حياة الغربيين، سرعة الاستفادة والتأقلم أو الصرعات كما يقال أو الموضات، هم يحبون هذا دائما. لكن في العالم العربي كانت الأمر أكثر يعني تأني. لحد التسعينات مثلا كان هناك حوالي 60 صحيفة إلكترونية فقط تصدر، ليس بالعربية وحدها ولكن أيضا بالعربية والإنجليزية والفرنسية. في عام 95 ظهرت نسخة إلكترونية من صحيفة الخليج باللغة الإنجليزية في الإمارات، والشرق الأوسط في السعودية التي تصدر من لندن ظهرت تقريبا في هذا الوقت. سنة 96 ظهرت 8 صحف عربية على الإنترنت، الأيام البحرينية، الدستور الأردنية، الاتحاد الإماراتية، الأيام الفلسطينية، الحياة اللندنية، السفير اللبناني، أيضا الوطن الكويتية وجوردن تايمز. ده في سنة واحدة، 8 دول كانوا في سنة 96. لكن 97 دخلت 9 صحف أخرى جديدة في عالم الإنترنت. سنة 98 أضيفت 4 صحف جديدة. يلاحظ أن منطقة دول الخليج احتلت المرتبة الأولى في بداية التحول الرقمي، ثم يليها لبنان فالأردن ومصر. أبرز صحافة إلكترونية ظهرت وحدها دون أن تكون لها نسخة ورقية صحيفة إيلاف الإلكترونية سنة 2001، فهي أول صحيفة عربية إلكترونية تصدر بدون إصدار ورقي. ثم انتقلت معظم الصحف فيما بعد لتخصص إصدار إلكتروني بيختلف بنسبة تتجاوز عن 60% عن الإصدار الورقي. لماذا؟ بسبب ظروف النشر، سواء في التوسع، سواء في طبيعة الرسالة، سواء في طبيعة التناول، في الإمكانيات اللي موجودة، في سرعة التداول. فلا بد فعلا إذا أردنا أن نكون متصالحين مع أنفسنا ومع مصلحة الرسالة الإعلامية أن نتوجه بشكل آخر يختلف عن الإصدار الورقي للجريدة. ولذلك كان يوضع ولا يزال يوضع رئيس لتحرير الجريدة الورقية ورئيس آخر لتحرير الإصدار الرقمي. معظم زوار موقع الصحيفة يبحثون عن معلومات جديدة محدثة، هذه لا يتم توفيرها في النسخ الورقية. ولذلك كما ذكرت هذا التحديث هذا يحتاج إلى فريق آخر موجود للموقع. ظهرت فيما بعد مواقع إخبارية إلكترونية مستقلة لا تتبع لأي صحيفة. يعني ده كان صحيفة إلاف بدأت هذا الموضوع، وبدأ بعد ذلك ما يأتي من بعدها. يتم تحديث الأخبار على مدار الساعة، وهذا أكبر فارق يعني بين النسخة الإلكترونية والورقية. فهذا بلا شك يعني يجعلها فيها ميزة كبيرة جدا. من أشكال الإعلام الإلكتروني التي ظهرت وتطورت لاحقا البوابات الإلكترونية. يعني هل هي مجرد جريدة؟ لا، هي جريدة وإضافة أشياء أخرى، قد تكون منوعات، قد تكون صور، قد تكون خدمات مثلا معينة مثل نمط الحياة والطبخ والأزياء وتحميل البرامج، السيارات، الصحة، الجمال، الطفولة إلى غير ذلك. أصبحت البوابة الإلكترونية تشمل
صحيفه الكترونيه وزيادات اخرى خدميه وغير ذلك. قد انتشرت مثل هذه المواقع في مطلع الالفيه الثالثه، لكن تراجعت مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي. مثلا كان هناك موقع اسمه مكتوب، لو تتذكرون مكتوب الاردني، بعد ذلك استحوذت عليه شركه ياهو الامريكيه سنه 2009، ودفعت في مقابل ذلك 165 مليون دولار للاستحواذ هذا. طيب، هل هناك اشياء استفاد منها العرب او أدير العرب او أدير الاعلام بدخول النسخه الالكترونيه في منظومه الاعلام العربي؟ الحقيقه ان الصحافه الالكترونيه في العالم العربي تحولت تحولات متعدده خلال العقدين اللي تموا اللي فاتوا من عمرها، بل احنا دلوقتي داخلين في الثلاثينات او داخلين في الاربعين على خطى، يعني حسب الايه من سنه بدايات 1900، يعني عفوا 1990 او بدايه 2000 مثلا، داخلين اهو على خطوات. يعني ارتبطت هناك عوامل ذاتيه وعوامل عامه بسبب الارتباطات التكنولوجيه الحديثه. مثلا التحولات البيئيه السياسيه او الاقتصاديه، فجاءت نشاه هذه الصحافه وتطورها في بيئة تاريخية متحولة ومملوءة بالمحطات التاريخية والمفصلية في حياة المجتمعات. يعني احنا عرفنا ان تمت بقى في هذه الاوقات مثلا حروب كبيرة داخل المنطقة العربية، واهمها الحرب الخليج الثانية على العراق، وما تم في المنطقة، وكل هذا سبب اشياء، نمط حياة، تفكير اخر داخل مجتمعات المنطقة. فأصبحت الصحافة الإلكترونية هي أداة جديدة أسهمت في إعادة تشكيل صناعة الأخبار في هذا الجزء من العالم، بل في تشكيل مجال العربي الجديد، لأنها وفرت مساحة للنقاش والحوار ورفع سقف الحرية، حرية التعبير، وتم طرح قضايا جديدة لم تكن مألوفة ولا كانت تطرق أصلا في الإعلام التقليدي. فمع تواكب التطور التقني وظهور المواقع الإلكترونية وظهور حتى المواقع التفاعل الاجتماعي، كل ذلك ساهم في تحريك أشياء في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حملت الصحافة الإلكترونية في الوقت نفسه مشكلات ومحددات الصحافة العربية التقليدية، بل جاءت أيضا بإشكاليات أخرى جديدة، تحديات غير مألوفة، بعضها يرتبط بظاهرة الإعلام الرقمي العالمي، وأخرى ترتبط بالخصوصية الثقافية والسياسية العربية. المشكلة كثيرا جدا في الإعلام أيا من كان وضعه أنه دائما يميل إلى محاكاة النموذج الآخر الغربي أو الأكثر تقدما، فأصبح وكأننا نأخذ نسخة غير مواتية لثقافتنا ولا لخصوصياتنا لنعممها. مثلا لنقل الجزئية اللي هي الحرية المنطلقة أو الإباحية أو كذا، أو الاستهزاء بالدين، أو إعلاء قيم ربما فيها شيء من التحفظ في الثقافة العربية والإسلامية، كل هذا مع الأسف انتقل بعضه إلى الصحافة الإلكترونية أو الأعمال الإلكترونية المنشورة عبر الإنترنت بسبب هذا التدفق بين هذا الطرف وذاك الطرف، وبسبب أيضا الانبهار بالتجربة الغربية. تحديات أيضا مهنية معقدة تنعكس في تدني جودة المحتوى الإعلامي، حيث ورد على العمل الإعلامي طيف واسع من المحتوى، وأيضا عدم وجود قدرات وإدراكات وقيم معينة مهنية للصحفيين الإلكترونيين الجدد، ليس يعني لم يكن لديهم هذا الفهم للعملية الإعلامية عموما وتدفق المعلومات والمسؤولية الاجتماعية وغير ذلك، مما هو يدرسه الصحفي التقليدي بالشكل الطبيعي في الأكاديميات التي تدرس التعليم الأكاديمي الإعلامي، حتى ينشأ هذا الصحفي أو الممارس للإعلام مدرك للتحديات والمسؤوليات الواقعة على كتفه. لكن السرعة في إفراز
شخصيات يسهل أن يتناولوا المواضيع من داخل الأعمال المنشورة إلكترونيا، لم يفرز هذا بشكل واضح طبيعي. تواضع أشكال التنظيم الذاتي وجعلها بهذه الأحيان ميالة للفوضى أو للاحتواء السياسي، يعني الشخص يتم كما يقال تجنيده أو تحييده أو رشوته أو كذا. ومع ذلك بقيت الصحافة الإلكترونية هي مبادرات فردية ولم تطور نماذج اقتصادية ناجحة. ما هو احنا قلنا هناك إشكالية تمت مع وجود الصحافة الإلكترونية، وهي أن هذه الصحافة رزقها ضيق، قدرتها على استجلاب الإعلانات التي هي في النهاية تواكب عملية النشر ليست بهذه الجودة أو بهذا التدفق الذي كان في الصحافة التقليدية. بسبب هذا الوضع في ذاته تم الاعتماد أحيانا على أشخاص ليس لديهم الخبرات المناسبة، تم الاحتواء السياسي لمن ينفق عليهم مثلا. بهذه الطريقة بقيت إذن الصحافة لا تعطي نموذج اقتصادي ناجح. الدول الأخرى الغربية بتقوم أحيان كثيرة جدا على دراسة الوضع بشكل مناسب بحيث يكون نموذج اقتصادي وليس مجرد نشر الأفكار. لابد أن يكون هناك إدراك كيف يمكن أن تمول ذاتيا من خلال الأعمال التي تقوم بها. ومع ذلك يبقى أمام الصحافة الإلكترونية في العالم العربي فرصة لتطور وتجود المحتوى وتحسن الأداء وتستثمر في التحولات الكبيرة التي تشهدها المجتمعات العربية وتوسع القاعدة السكانية الشبابية في هذه المجتمعات، فتعد هذه الأشياء المستهلك كبير لهذا النمط من الإعلام الشباب، وذلك من خلال تطوير جودة التدريب الإعلامي وإصلاح مناهج الإعلام وتعليم الصحافة وإدخال مفاهيم ومهارات الرقم الإعلام الرقمي فيها، وتدخل أيضا في التنظيم الذاتي حتى تبني نماذج اقتصادية مستدامة. طبعا هنا في جزء تاريخي شوية ممكن تنظروا إليه في المذكرة، لكن سنتجاوزه الآن، وهي مراحل النشأة والتطوير بشكل تفصيلي، سواء النشأة المبكرة أو المتوسطة أو فكرة الانتشار والاستقرار الحالي، هذه ينظر إليها. لكن دعنا نقف فقط عند المرحلة الأخيرة اللي هي بدأت من 2000 تقريبا 11، حيث أصبح هناك يعني في هذا الوقت الحاضر من 2011 الوقت الحاضر في السنوات دي، خاصة بعد ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي، تم زرع بذور جديدة لمرحلة من التطور الصحافة الإلكترونية العربية، وجاءت نتائجها في انبثاق دور أكبر وحضور أوسع للصحافة في الحياة العامة، وفي مساهمة كبيرة في بداية تشكل مجال عام جديد مع الثورات والتحولات العربية منذ عام 2011. صحيح هذه الثورات تلقى بعض الوهدات، لكنها تعود مرة وتقاوم وكذا، حتى هذا الفشل والقيام وهذا المراجعة، هذه المراجعة هي في ذاتها دليل على أن هناك فكرة حية موجودة من التأثير والتأثر قائمة، حتى وإن لم يحدث شيء تطور آخر. لكن هذا معناه أن الجزء الإلكتروني في الإعلام وفي الصحافة بشكل خاص وفي من يمارس الصحافة ويمارس نشر الأخبار من غير المحترفين، هذا كله أنتج شيء كبير من التأثير ومن التنافس.
مع التطور المهني في هذه المرحلة شهدت الصحافة الإلكترونية العربية ظهور صحف جديدة أكثر مهنية وأكثر قربا للمعايير للاحتراف في الصحافة الرقمية، فباتت تنضج على المستوى العالمي. وبعدما كان الضعف المهني كان طبعا عاما، لكن الجيل الجديد من هذه الصحف جاءت أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى التقليدي والمحتوى الرقمي، ولديه قدرة على الاستفادة من أدوات الرقمية الجديدة بشكل قوي في عرض المحتويات للجمهور والوصول إليه، وحتى في التعامل المهني في هذا الاتجاه. ثم زادت أيضا من 2010 تقريبا، كانت أدنى مستويات الاستفادة من سوق الإعلان تدنت جدا مع مقارنة بالصحافة التقليدية، لكن أيضا في ضوء ما باتت تستقطبه شبكات التواصل الاجتماعي من حصة الإعلانات، في عام 2017 بدأ ينمو سوق الإعلانات الرقمية عالميا بنحو 17%، وبات هذا يتجاوز التلفزيون مثلا، لكن أغلب هذه الإعلانات بدأت تذهب إلى شبكات التواصل الاجتماعي، ولذلك أحيان كثيرة هي المستفيدة الأكبر يعني فيسبوك وكذا، وتذهب نسب قليلة للصحافة الإلكترونية. يعني هو في النهاية عمل منصة ضخمة للغاية فيسبوك وغيرها طبعا منصات، أصبح هو الذي يجني من سوق الإعلانات أكثر من الأشياء التقليدية المعتادة من الصحافة الإلكترونية. وأصبحت الإعلانات في العالم الرقمي تستخدم برمجيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، يعني تجد أنت مهتم مثلا بالكرة فتجد ببساطة تأتيك إعلانات الكرة نظرا لأنهم قاسوا اهتماماتك وهكذا. وبدلا من العمليات التقليدية التي كانت تقوم على طلبات تقديم العروض ومفاوضات بشرية وأوامر وكذا، هذا جعل النموذج الاقتصادي للصحف الإلكترونية مفتوحا على خيارات مختلفة. على الرغم من المكتسبات التي حققها التنظيم الرسمي للإعلام في العالم العربي، إلا أن المرحلة بعد ذلك من هذه التحولات شهدت انتكاسات في بعض الدول العربية من خلال تشريع قواعد قانونية ذات طابع تعسفي، يعني عايزين يحدوا من التأثير وبعض طبعا التجارب التي مرت. فبدأ بشكل مباشر الصحافة الإلكترونية ممكن يغلق الصحيفة يغلق موقعها كمثال، فأصبح لا تصل إلى الناس إلى غير ذلك. استثمرت هذه الأنظمة السياسية ضعف مهنية الإعلام الإلكتروني وحالة الارتباك في المحتوى حتى تعاقبهم على ذلك، يقولون نشر خطاب الكراهية الأخبار الكاذبة، وتم بسبب ذلك فرض قيود ومزيد من القيود تحديدا على الصحافة الإلكترونية. قادت التحولات هذه السابقة إلى زيادة حضور الصحافة الإلكترونية في المشهد الإعلامي العربي، وزاد الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للأخبار، وبات واضحا في الأحداث والتحولات التي شهدتها سنوات هذه المرحلة. هذه البيئة وفرت لأول مرة فرصا لتشكيل أنوية لظهور أيضا صحف إلكترونية على المستوى الوطني والتقليدي. تعالوا نتكلم هنا عن ميزات الصحيفة الإلكترونية تقنية. ما هي الميزات للصحيفة الإلكترونية تقنية؟ أولا إمكانية توزيعها وبالتالي تعرض القارئ لها على مدى 24 ساعة، بينما طبعا القارئ الآخر التقليدي ينتظر يوما كاملا ليحصل على العدد الجديد من الصحيفة. ثانيا إمكانية متابعة الجديد من الأخبار في أي وقت، خاصة مع وجود خدمة التحديث التي تدخلها الصحيفة الإلكترونية على مدار اليوم. هذا أيضا لا يتوفر على الأمر، يعني هو توزيع لأنه بيفتحها من أي مكان، ومتابعة لأنها يمكن على مدار اليوم تحدث. إمكانية إنتاجها بناء على طلب القارئ. الصحيفة الإلكترونية على خلاف الصحف التقليدية والخدمات الإذاعية التلفزيونية يمكن أن تنقل إلى القارئ الأخبار والموضوعات عندما يطلبها في الوقت الذي يحدده، وتعرف هذه بخدمة الأخبار تحت الطلب. هذه تمكن الجمهور من اختيار المعلومات التي يريدون مطالعتها من بين معلومات كثيرة تقدمها الصحيفة، يعني يمكن أن تظهر له ترشيحات معينة
أو ترسل حتى له رسائل على الهاتف بأن الموضوع الفلاني تم تداوله بما أنه هو سمح لهم في استخدام هذا هذه الخدمة. إمكانية أيضا تعديل الصحافة الإلكترونية لتلبي حاجات القارئ الفردية، حيث لكونها لا تحتاج إلى توزيع جماهيري تقليدي، فالصحيفة الإلكترونية يمكنها أن تشخصن نفسها، يعني تجعل تفاصيلها وفقا لرغبة كل شخص. هو يضع أشياء في الطب بالنسبة لهذا الخبر أو بالنسبة لهذه الصحيفة، إيتيني بالأخبار الفلانية أولا وبعدها الأخبار الأخرى، أنا مهتم بالاقتصاد فأنا أبرمج هذه الصحيفة على أنها تأتيني فقط بالأخبار الاقتصادية، أو هي تكون الخيار الأول عندي الأخبار الاقتصادية أو الأخبار متعلقة بشخصية معينة وهكذا. هذه الخدمة يمكن أن تكون مضمنة في الصحيفة الإلكترونية أو أن يترك القارئ ليقوم بها وفقا للاحتياجات، فيمكن لمنتج الصحيفة أن يجهز قائمة بالأخبار التي يختارها القارئ مسبقا لتكون جاهزة للعرض فور قيام هذا المستخدم الدخول لموقع الصحيفة. يتاح استخدام الحاسبات الإلكترونية والكمبيوترات وكذا ظهور الصحف بأشكالها المختلفة، الجرائد والمجلات، بحيث لا تكون يعني بس مجرد ظهور مطبوع أو غير مطبوع، وإنما في المستوى الإنتاجي تسمى الصحافة المباشرة، يعني الصحف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الإنترنت وقواعد البيانات، وتكون كأنها شكل مطبوعة على الحاسبات الإلكترونية، يعني نسخ البي دي اف وكذا. أيضا فكرة التغطية الصحفية الحية، التغطية الصحفية المتعمقة، التغطية الصحفية التفاعلية، التغطية الرقمية، بحيث أنها الصور والبيانات والرسوم كلها رقمية وتقبل للمعالجة وكذا. التغطية الصحفية متعددة الوسائط توفر عديد من الوسائل التفاعلية التي تجعل التواجد الصحفي عليها مميزا، مثل الصورة، الألوان، الجرافيكس، لقطات مرئية متحركة، غير ذلك. التغطية المتكاملة، يعني ممكن أكثر من عنصر يتم تناوله، مثلا أداة الاتصال بالمصدر، التليفون والبريد الإلكتروني وجماعات النقاش، وهي وسائل لكتابة ومعالجة المعلومات، فهذا كأنه مكتبة وأرشيف ضخم جدا، وتساعد كل هذه العناصر على إمكانية قيام الصحفي بتغطية شاملة لحدث ما دون أن يغادر مكتبه أو موقعه، يتواصل بالتليفون كذا يقدر يأتي بمعلومات وموثقة. التغطية الصحفية الذاتية، حيث باستخدام الإنترنت يقوم بكل مفردات العمل الصحفي بمفرده، ويختار الموضوع ويجمع البيانات ويتصل بالمصادر، ومثلا يدخل إلى المواقع الرسمية ويأخذ منها المعلومات إلى غير ذلك. التغطية الصحفية المولفة، يعني يمكن أن نلفق ويوفق بين التغطية الصحفية من الإنترنت وفق لاحتياجات القراء من الأخبار والمعلومات وتفصيلاتهم الصحفية من خلال مصادر الإنترنت بما يوافق مع توظيفها كأحد المصادر الصحفية الذاتية. التغطية الموضوعية، حيث تتناول حدث معين بموضوعه، ويمكن مقارنة التوجهات والرؤية والمعالجة له في أكثر من اتجاه، بحيث يساعد على تكوين صورة موضوعية لطبيعة الأحداث والموضوعات. التغطية اللامحدودة، كل هذا طبعا معروف أنه ليس هناك مساحة كمثل مساحة الجريدة، فلذلك الأمر مفتوح وتسمح بتغطية كبيرة للحدث والإحالة إلى التفاصيل في روابط عديدة. هناك أيضا سمات وخصائص تتميز بها الصحف الإلكترونية كشكل صحفي أو كعمل صحفي، يعني اللي هي أنها يصدر في الوقت الحقيقي لتحريرها، أنها تعطي القارئ فرصة لقراءتها بأي وقت، يفتح ويقلب، أنه يستخدم الأسلوب التفاعلي، وأن الصحيفة قد توجد مستقلة بمفردها أو في إطار موقع مؤسسة آخر. الوحدة الأساسية في الصحيفة الإلكترونية الموضوع وليس الصفحة. طيب، ما هي سلبيات الصحافة الإلكترونية؟ فكرة الحاجة إلى السرعة، أنا قاعد وعندي لازم مثلا، الآن أصبح ورديات، يعني الصحفي بيأتي يستلم وردية من الساعة كذا إلى الساعة كذا،
مرات كثيرة بعض الصحف تطلب منه أنت لازم تنتج مثلا 10 أخبار، العشر أخبار عشان يغطيها قد لا يجد هذا العدد يعني. فلذلك حاجته إلى السرعة تجعله يتجاوز في فكرة الدقة في تناول الأخبار. والسرعة إذن سلاح ذو حدين، قد تحمل المؤسسة إلى النجاح أو تدفعها إلى الخسارة لأنها لم تحسن اختيار الأخبار المنشورة لديها وتدقق في قبولها أو رفضها. من سلبياتها عدم خضوعها للرقابة بأي شكل، إلا طبعا كما نعلم أن الصحيفة المحترمة هي تضع لنفسها قواعد وتحاسب وتناقش وتعود مع من يعمل فيها إلى هذه، يحتكم إلى هذه القواعد. أيضا من سلبيات الصحافة الإلكترونية أنها كسرت بعض المحرمات والقيم الاجتماعية، فزادت أيضا إمكانيات التزوير والتزييف والنشر على الدعاء بأن فلان قال كذا وهو لم يقل. تدخل هذا أو يعني تدخلت في إنشاء الجيل الجديد، أثرت فيه تأثيرا قد يكون سلبيا. بعض الدول النائية لا تتمكن أن يكون لديها هذه الإمكانيات التقنية التي تبث من خلالها هذه الصحافة، فهي تحرم، وهذا إن كان هو سلبيا بس هذا سلبية اجتماعية موجودة بسبب ظروف المجتمع، وعدم أيضا وجود الإمكانيات التقنية. لكن كمان أيضا أثرت سلبا على الحياة الأسرية والاجتماعية بسبب الجيش، كسرة التعرض، طول التعرض للناس، أصبحت كل واحد يعيش في وادي، وهذا موجود طبعا في الصحافة الإلكترونية أو في العمل العام الإلكتروني ككل. أيضا مؤسسات الصحافة الإلكترونية تم إنقاص عدد الموارد البشرية في هذه المؤسسات الإعلامية، هذه أحد السلبيات الموجودة أن المهن اختفت بسبب الظروف التقنية القائمة في هذه المجتمعات. طيب، تعال ننظر إلى الفكرة الأكبر والأهم في موضوع الصحافة الإلكترونية بين المهنة كوظيفة وبين المهنية كعمل وكأطر يجب أن تلتزم بها. بسبب شيوع وانتشار فكرة الصحافة عبر الإنترنت، تسبب هذا في كسر احتكار المؤسسات والوكالات الإعلامية التقليدية زي ما قلنا في فكرة مفهوم التواصل مع الجماهير، وانتقلت إلى إضافة التفاعل مع الجمهور. ولذلك حتى أنا شخصيا أسميها أسمي الفكرة التقنية في التواصل مع الجمهور نسميها السلطة الخامسة، لأن إذا كنا نقول على السلطة الرابعة هي سلطة الصحافة عموما والتأثير، أصبحت هناك سلطة التفاعل، سلطة أخرى خامسة، لأنها أضيف للجمهور قدرة على أن يتفاعل ويتفاهم ويصوغ رسائل تخطط فكرة احتكار الصحافة أو احتكار الوسائل الإعلامية من قبل جهات معينة متنفذة أيا كان، سواء داخل هذه المؤسسة الإعلامية أو خارجها. لكن في نفس الوقت كما ذكرنا أن هذا أضاف شيئا سلبيا نوعا ما يحتاج إلى ضبط. لا يمكن أن نوقف التطور، لا يمكن أن نوقف مثل هذا العمل، فقط نرغب في أن نرشده ترشيدا مناسبا حتى يكون أكثر قدرة على الأداء، أداء الدور بشكل صحيح. أدى إذن افتقار الصحافة الرقمية إلى المحرر التقليدي، فظهرت صحافة المواطن، وهذه فيها ميزة أخرى تمثلت هذه التطورات التي أتاحها العصر الرقمي للصحافة في البحث السريع وفي سهولة التحرير وفي توفر وسائل الراحة وفي تسريع تسليم المقالات، ووسعت شبكة الإنترنت من نطاق تأثير العصر الرقمي على الصحافة. وبسبب شهرة شبكة الإنترنت أغلب الناس أصبحوا يدخلون إليها، فيمكنهم إضافة نموذج خاص بهم من الصحافة على شبكة المعلومات، فيسمح بذلك لأي شخص يرغب في مشاركة أي شيء يراه مهما ويحدث المجتمع الخاص به، اللي هو بنسميها الشير يعني الشير. وطبعا هذا الشير بيؤدي إلى أشياء، لا تنسى أن كثير من هذه التصرفات على الشبكة مرصود، ليس شرطا من أجل الشر ولكن مرصود، هو مرصود. ما عايزين نعرف المجتمع ده مهتم بإيه،
وأنت لو عندك مجتمع أو حكومة مثلا مهتمية بمعرفة اتجاهات اهتمامات المواطنين، بينظروا إلى تفاعلاتهم مع هذه الوسائل مثلا، ما الذي اهتموا به، ما الذي تنقلوا، ما الذي شيروا، ما الذي علقوا عليه، ما الذي كذا كذا كذا، قد يستخدم هذا إيجابيا وقد يستخدم سلبيا. قد يستخدمه الأعداء لإدراك مثلا وقياس هل يا ترى هذا المجتمع يعني مدرك المخاطر المحيطة، يكون عدو مثلا يريد أن يتفاهم هل ترى هذا المجتمع سيثور عليه قريبا هذا هذه الدولة المعادية التي بجوارنا، هل هي ستخوض حربا ضدها وهكذا. ولا يحتاج الشخص إلى درجة من العلم كبيرة لكي يصبح صحفيا مواطنا، ويملك الصحافي المواطن نشر المعلومات التي لا يمكن نشرها بأي طريقة أخرى، ويمتلك هنا العامة فرصة أكبر للحصول على تلك المعلومات. تستخدم بعض الشركات هذه المعلومات التي يقوم بها الصحفيون المواطنون ببثها عندما لا يمكنهم الوصول بأنفسهم إلى بعض المواقف. على سبيل المثال مثلا الدول التي تكون فيها حرية صحافة محدودة يمكن لأي شخص أن يسجل الأحداث التي تقع ثم يرسلها إلى أي مكان فتنشر في هذا المكان الآخر، أو يضعها على موقع الخاص بهذه الصحيفة الأخرى التي هي في دولة أخرى، فبهذه الطريقة يمكن أن يزداد انتشار هذه الرسائل. إذن يمكن أن تقوم منافذ الإعلام الأخرى بأخذ هذه الأخبار وتتعامل معها كما تشاء، ويساعد هذا على وصول المعلومات إلى عدد أكبر من الجماهير. ولكي يصبح الصحفيون المواطنون فعالين وناجحين يجب أن تكون هناك فكرة المحرر المواطن الذي يدفع الآخرين لتوفير معلومات دقيقة، وأن يفكر في التفاعل مع المستخدمين. هناك يعني صحيفة جنوبية كورية على الإنترنت Oh My News قام المؤسس فيها بتعيين عدة مئات من المحررين المواطنين هؤلاء المتطوعين حتى يكتبوا مقالات يتم تحريرها ويتم التعامل معها من خلال صحفيين آخرين محترفين. احنا في جريدة الأمة الإلكترونية قمنا بشيء مشابه، استبنينا مجموعة من الشباب المثقف وخاصة الذين يحسنون الترجمة، وقلنا لهم الآن لديكم فرصة لتكونوا صحفيين، ابدأوا في ترجمة ما لا ترونه قائما من الأخبار من اللغات التي تتقنونها، كان بعضهم يتقن اللغة الروسية واللغة الصينية طبعا والإنجليزية والفرنسية والألمانية، هذه اللغات الخمس تقريبا كان كنا مستهدفين الاستفادة من الذين يعرفون هذه اللغة. وبالفعل بدأ الشباب هؤلاء يتدربون على هذا الأمر، لكن ظروف الأحداث المعتادة العالمية حالت بين الاستمرار في هذا الموضوع، لكن لا تزال مثل هذه الفرص قائمة أن يكون هناك نوع من الإشراف محررين محترفين على الصحفي المواطن أو على المحررين الهواة، ويبدأون في ترشيدهم ويبدأون في إعادة الصياغة أحيانا، بل يعلمونهم هذا بحيث تكون هذه بيئة مهنية لتطوير المحتوى. إذن الجودة، جودة المحتوى الصحفي على الإنترنت هي مشكلة عالمية وترتبط بالتحولات التقنية، ويجب علينا أن نسعى لضبط الأمر حتى لا يمتد إلى مشكلات أخرى في ممارسة الصحافة وفي جمع الأخبار وفي معالجتها. حتى أنه في السنوات الأخيرة بدأت تتشكل أطر تنظيم عملي ذاتي لاستمرار الصحافة الإلكترونية، أصبحت هناك تجمعات أو اتحادات مهنية أيضا إلكترونية، يعني روابط تنظم عمل الصحفيين في قطاع الصحافة الإلكترونية، وأصبح تظهر أشكال من مدونات مهنية ومدونات أخلاقية في عدد من البلدان، مثل نقابة للصحافة الإلكترونية في مصر مثلا، جمعية الصحافة الإلكترونية في الأردن، النقابة الوطنية للصحافة الإلكترونية في المغرب، جمعية الصحافة الإلكترونية الكويتية. لكن لا تزال نظم تعليم الصحافة والإعلام في معظم المعاهد العربية غير مستوعبة لمفاهيم الإعلام الجديد وتطبيقاته وما يحتاج من مهارات جديدة. وبيّنت دراسة مسحية في سنة 17
شملت مسح 439 برنامج تعليمي في مجالات الاتصال والإعلام، وتطرحها 120 جامعة ومؤسسة تعليمية في 9 دول عربية. وجود فجوة في تطوير معايير جودة التعليم الصحفي، هنتكلم عن الذين يعلمون الصحافة، حوالي 439 برنامج ما فيهوش اهتمام صحيح بفكرة الصحافة الإلكترونية. يبدو أن هناك فقط 26 برنامج تعليمي كان بيدرس المواد التعليمية الصحافة الإلكترونية أو الإعلام الرقمي، وهذا يعتبر نسبة ضئيلة في البرامج اللي مشمولة بالدراسة، تتجاوز فقط 7%. يعني على الرغم من انتشار تدريب إعلامي كثير في معظم الدول العربية، لكن تدريب الإعلامي يتكلم على التعليم يعني تعليم أكاديمي أو تدريب موجود، يعني يوجد تدريب متخصص في الإعلام الرقمي والصحافة، لكن أيضا لا يزال يواجه مشاكل متعددة، أبرزها تدني جودة هذا التدريب وتشابهها وندرة وجود خبراء في هذا الاتجاه. يعني احنا بنتكلم ان في حاجة اسمها الذكاء الإلكتروني، يعني لماذا لا يستفيد الصحفي من فكرة الذكاء الإلكتروني ويرشد عمله في هذا الاتجاه؟ نتكلم عن فكرة النشر الشجري مثلا، كيف ممكن يختار النشر الشجري، كيف ممكن ان يعني يستخدم ما يسمى بالسيو CEO اللي هي الايش، ما معنى التفاعل مع المحركات البحث بحيث يعطيها اشارة الى ان ما نقوم به عمل غير مسروق غير مأخوذ من غيرنا، بل نحن تميزنا به فيدفع بنا دفعا إلى المستويات العليا في البحث، وهكذا. كل هذه أشياء تحتاج إلى تطوير وتحسين الأداء الإعلامي في هذا الاتجاه. إذن البيئة التكنولوجية، وهناك تحد لجاذبية الوسائل وأغراق السوق أيضا، فالبيئة الرقمية أساس مادي لتطور الصحافة الإلكترونية وازدهارها. فهذه المنظومة من الوسائط قامت على أساس هذه التحولات التكنولوجية الكبيرة. لما كان عدد سكان العالم العربي في بدايات 95 حوالي 260 مليون، كان انتشار الانترنت كان محدود جدا، مستخدمو الانترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبا 55% على 1000 مواطن، يعني شيء ضحل، يعني حوالي 5 من 100 في 1000، تمام؟ بينما كان المعدل العالمي 7.7 على 1000. لكن في هذا الوقت بدأ يتنامى بعد هذا، حيث سمحت مثلا دول زي السعودية بوصول الانترنت سنة 99، واتسمت هذه المرحلة وإن كانت بضعف خدمات الانترنت في المنطقة وخدمات النشر الإلكتروني، لكنها أخذت في التقدم والاستفادة والانتشار. ومع التحديات التكنولوجية أيضا بدأت هناك مزيد من الدراسات ومزيد من التطور في هذا الاتجاه، الأرشيف ومع الأرشيف وأيضا زيادة مستخدمي الإنترنت، كل ده استفادت منه الصحافة العربية الإلكترونية. بلغ حجم السوق الإعلانية في وسائل الإعلام العربية سنة 95 أكثر من مليار دولار في 11 دولة عربية، حصة متواضعة مقارنة بالأسواق العالمية الإعلانية. لكن من سنة 98 بدأ يتنامى وصول المواطنين للإنترنت للعرب، وهناك في الخليج بشكل خاص بدأت ملامح سوق إعلامية جديدة تتشكل. وفي هذا الوقت لم تكن الإعلانات على الإنترنت أو الصحافة الإلكترونية الوليدة تحتل مكانة تذكر، فقد وصل الإنفاق الإعلامي بس في عام 2000 في آسيا، في دول آسيا العربية، حوالي 2 مليار بس، ولم يكن نشير الصحف العربية في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة يأخذون الصحافة الإلكترونية على محمل المنافس الكبير. الآن لا، الأمور اختلفت، مرت الصحافة الإلكترونية في مواجهة هذا التحدي بمراحل أخرى. الهواية كانت إلى 2005، بعد ذلك هناك خطط إلى حتى تقريبا 2009 بدأت تنضج الشخصية المهنية للصحافة الإلكترونية، وبدأت فعل الإعلانات والاستثمارات تلتفت لها وتحددها يعني وتكبر من شأنها إلى حتى 2012، وساعد ذلك النمو على أن أخذ الصحفيون محترفون فهاجروا من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية، فأصبحت أيضا الأمور أكثر عملية. لكن ما زالت لا تزال فكرة المبادرات الفردية صغيرة، ولم يكن هناك تطوير للنموذج الاقتصادي الناجح
كما أسلفنا سابقا. في حقيقة الأمر هناك من التحديات أيضا في فكرة صناعة الأخبار الجديدة. الحقيقة هناك اختلالات سواء سياسية أو أمنية خلفتها في الدول العربية الأحداث المختلفة، بدءا أيضا مشروع التسوية السياسية للصراع في الشرق الأوسط ووفقا لمسارات معينة في مدريد وفي فروضات معينة وبعض التفاعلات السياسية، كل هذا أصاب نظرية الأمن القومي العربي بعد احتلال الكويت للعراق وكذا. حدث استدعاء القوات الأجنبية وألقى ذلك كله بظلاله على هذا العقد الذي كان بتحولات التكنولوجيا والعولمة الاتصالية. اكتشفت الدول أنها هذه الحدود السياسية كانت مجرد حدود شفافة لا تقف حائلا أمام المعلومات، وبرزت فعلا متغيرات جديدة في البيئة السياسية العربية وتهديدات، وإلى أن وصل بعد ذلك في حقبة التسعينات والعقد الذي يليه لمستويات أخرى تبدو في علاقات البينية العربية، ثم مسارات التسوية السياسية وكذا. كل ده طبعا كان له تأثير على فكرة أن هذا إعلام خارج السيطرة. طيب كيف تضغط الحكومات وتؤثر أو تختار أو تعمل أشياء يتوه فيها الناس بشكل أو بآخر؟ حتى فكرة دخول العالم موضوع ما سمى الحرب على الإرهاب مثلا، بدأوا يشكلون خرائط مختلفة وتهديدات وادعاءات على مستوى الدول وكذا، تهديدات والوسم الدول اللي هي تابعة للإيران وهذا محور الشر وهذا كذا وهذا كذا. كل هذا بيئة، هذه بيئة، والبيئة تؤثر على الإعلام. البيئة التي يتحرك فيها الإعلام تؤثر عليه، إما بأفكار مسبقة لدى الصحفي أو بالأخبار المنقولة والمرصودة. وهكذا بدأ التحول الرقمي والإعلام العربي بعدما كان يعني منفتحا على الحرية أكثر والفهم أكثر، كانت هذه الأحداث تتسبب في شيء من إدخاله لأنساق أخرى مجتمعية وفرض آخر سياسي. في المذكرة تفاصيل أكثر في هذا الموضوع، لكننا نقف عند هذا الحد ونكتفي به، وبذلك انتهينا من هذا الموضوع والبرامج الأخرى المتعلقة به. أني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأشكركم شكرا جزيلا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.